احنا البنات تنمو غلطونا لدراكو نتفليكس يسروا لو عنا هاي اكسبكتيشنز على الولاد. انتي مثلا اللي معاك تتخيلوا يقوم صباحك هو يصبحك. حسين فيق باه يا امي هات فيق باه. 20 minutes later. حسين قلت لك فيق نعرف فين والديك باه يا امي ابش فيك يا امي يا امي يا امي يا امي يا امي يا امي لحظة هبش فيك يا امي تفهم واحد يضرب مقلة وكي يقول لك ماشي نكور وكلهم يوليو لهم جو ماتش انتي تبى ترافي هك حب أعمى خاطره في الحقيقة هك تسطحت الولاد ران وكي قل لك ماشي نسهر بحضة صاحبي انتي عاد تبدا تتخيل فيهك ليلي ما تخافش خاطرو في الحقيقة هك زعما يزبالي ونلقى بختي في هالدنيا أيامي أيامي دي ملتالي يا دنيا مايل الفقراء المال علمنا الحقراء وبس لو لعب هيلك سيد بوغليدا ويبراكيوا تمسك اللي حاب Thank you.
قضي الوقت قضي الوقت اي اي مش بعيد برشا على الحقيقة. فنان فرح فرح بيا لحباي علاش مش من اللون يرحم والدين والدي يرحم والدي بلي كم نذب وفيس خلينا نمشي تيدي تخلينا مع تخلينا معاك خلينا معاك برا صاحبي امشي كمل ثنيتك روح ولا ماشي على راح شاي طيب تاخذ كلاس من فريز طاعطني طاعطني